كارير ديما مع سليم بوصفارة. كيفاش تخدم خدمة تخليك محبوب وتدخل قلوب الناس؟ فما وليد يعيش في الحومة اسمه ربيع، عمره 30 عام. كيف تسمع اسمه عمره تقول سيد حليلته وشيخ بصغره وبشبابه، مش صحيح. ربيع ما يحمله حد في الحومة، بلعوت وتفدليكو مصد ومنطقه ما أخيبش لا منه. كيف تشوفه ما شاء الله عليه، صحة بدن 1.90 متر، مسكر 120 كيلو في الميزان. قبل كان بوكسور، وصل حتى هزوه لليكيب ناسيونال في الكاتيجوري جون. من زهره المصمر ما تلهوش بيه كيما يلزم، لا الوالدين ولا الكوتش متاعو. كان مطيش في الطبيعة، في باله صحة البدن هي الكل. ما هوش واعي اللي كيف تبدأ أقوى سبورتيف، أما مخك مخ عصفور ما عندك وين توصل. هو تغر في روحه ومخه حكيله اللي ماشي في ثنية تايزون وكلاي، لدرجة انه قرر يخرج من القراية في 15 عام وما يتلهى كان باللونترينمون. هذا يعني برشا وقت فارغ وزيد الاندفاع الزايد اللي عنده. حاجتين نماوله وغذاوله البهامة اللي عنده. مسكينة امه كانت ملكوجينة ما تخرج، المرأة تقول مربية تمساح ولا كركدن. السيد يترينا مرتين في النهار، ينجم يفطر زوز دجاجات وشطر علوش. اكثر من هذا كل ما يزيد يكبر كل ما يولي انسوبورتابل. اما كانت حاملته عيوبه الكل، كانت تموت عليه ويظهر لي هي الشخص الوحيد اللي حامله في الدنيا هذه. بعد اللي بوها هجرهم وهو عمره في 4 سنين، كانت تصرف عليه مكلته تجيه الفرشو. هي الصاحب الوحيد اللي عنده واللي يحكي معاه. في ليلة ونهار هز ربي متاعه، توفيت الوالدة، ويلقى ربيع روحه وحده ما عنده حد. دبرم عدى أكثر من عام ما يخرج من الدار. هم اللونترينمون، زاد 30 كيلو في الميزان. السيد ما عادش تعقله، الميوسكل ولا شحم، ولزبدو وليت كرش داز على قدام. كيف وصل ربيع فرانك ليه دورو ليه تلز يمشي لوج على خدمة؟ بربي شنو الخدمة اللي بش يخدمها؟ لا صنعة، لا قراية، لا مخ، لا هيئة. بعد شهر ميزيريا وتلويج ودقان على البيبان من غير نتيجة، صد ربيع محسن اللي ديما مسلكها لولاد الحومة. بالرغم انه محسن ما يحملش ربيع الا انه سخف على حاله ودبر له خديمة. بعثوا لصاحبه الهاشمي اللي يخدم مع رجل عميل عنده وفريات في السيكوريتي. السيد ما قصرش ودخله يخدم بورتيه في البواد دنوي في الضاحية الشمالية، خدمة ما كانش يتصور روحه نهار يخدمها. موندو تخلو بش يعمله منعرش في حياته، وبش نحكيه عليه أكثر في الحلقة الجاية. كارير ديما مع سليم بوصفارة.